جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم بعد هذه الرسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها أحد الأخوة المستمعين من هناك يسأل ويقول: يقال إن الشتم واللعن من الكبائر، هل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. الشتم واللعن لا يجوزان إلا على من يستحقهما، وإلا فإن المسلم يجب أن يصون لسانه عن الشتم والسب واللعن. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن اللعانون لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالمسلم يطهر لسانه عن هذه الألفاظ القبيحة البذيئة، وهي السب والشتم واللعن وتنقص الناس والكلام في أعراضهم بالغيبة والنميمة. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، ليس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وسمى الله ذلك فسوقا وسماه ظلما، وتوعد من لم يتب منه، ما يدل على أن خطر اللسان على الإنسان خطر شديد إذا لم يحفظه من مثل هذا الكلام القبيح وأذية الناس بلسانه.